حصاد الجنوب، أهلا بكم. افتتح الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة بالعاصمة عدن. الرئيس الزبيدي ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع على التمسك الكامل بوضع إطار تفاوضي خاص لحل قضية شعب الجنوب والوقوف مع السلام القائم على أسس العدل التي تعطي لكل ذي حق حقه، منوها بأن التفاوض هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا والضامن لاستقرار اليمن والمنطقة. نظمت وحدات اللواء الخامس دعم وإسناد اليوم الاثنين عرضاً عسكرياً بمعسكرها بمناسبة اختتام الدورة التدريبية العسكرية لمنتسبي اللواء والتي استمرت على مدار 45 يوماً. وشارك في العرض العسكري صف الضباط وجنود المشاة والآلية العسكرية الثقيلة وسط استحسان الحضور من القيادات العسكرية والسياسية. كشف مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بشبوة المهندس عوض رويس عن حصول المحافظة على اتفاقية لتنفيذ المرحلة السادسة من إعادة تأهيل طريق عتق العبرة. رويس أشار كذلك خلال لقاء اليوم وكيل المحافظة دكتور عبد القوي بن علي لمروق إلى أن المحافظة حصلت أيضا على تدخل لإعادة إنشاء العديد من عبارات المياه في طريق بيحان مع إجراءات الحماية الجانبية اللازمة. كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتها تجاه خليج عدن. القيادة المركزية الأمريكية أشارت في بيان إلى أن صاروخاً أصاب سفينة الحاويات في تافيشي، سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبري، فيما أصاب صاروخ باليستي وصاروخ كروز مضاد للسفن سفينة في نورديرني وتعود ملكيتها لألمانيا وترفع علم أنتيغوا وبربيدس. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.